هذا وأضاف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن القيادة المصرية وضعت رؤية مصر 2030 من أجل التنمية وبناء الإنسان. وأوضح مدبولي أن الحكومة أطلقت برنامجا من أجل التنمية البشرية والاقتصادية، مشيرا إلى أن الدولة تؤمن بأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل الوطن. عندما نتحدث عن التنمية وبناء الإنسان في السياق المصري، نجد أن هناك رؤية استراتيجية واضحة ومبنية على أسس علمية متينة وضعتها القيادة المصرية تحت مسمى رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى إحداث تحول شامل في كافة مجالات الحياة من خلال تعزيز جودة التعليم وتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى المعيشة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي عام 2024 قامت الحكومة المصرية بإطلاق برنامج عمل الحكومة، والذي يهدف إلى تحقيق تقدم ملموس في جميع المجالات، سواء من ناحية التنمية البشرية أو التنمية الاقتصادية على الجانب الآخر.